معركة بأس جنين، أو كما سماها الاحتلال عملية بيت وحديقة، أوسع عدوان إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها منذ 21 عاما. لأربعين ساعة اجتاح الاحتلال مخيم جنين برا وجوا، وعادت طائرات الأباتشي تقصف المخيم وتعلن عودة الغارات الجوية في ساحة الضفة المحتلة. بدأ الاحتلال عدوانه وهو يصرح أن هدفه تدمير البنية التحتية للمقاومة، وانتهى الاجتياح بتجريف الشوارع وتوسيع الحاضنة الشعبية للمقاومة في المخيم. أراد الاحتلال أن يعيد معركة السور الواقي واجتياح جنين عام 2002، ولكن الأطفال الذين ولدوا في الاجتياح الأول تصدوهم شبان للاجتياح الثاني. 12 شهيداً ارتقوا في اجتياح جنين ينضموا إلى 205 شهداء قدمتهم فلسطين منذ بداية العام الحالي. 64 شهيداً وأكثر من 20 عملية عسكرية في 6 أشهر. عش الدبابير كما يسميه الاحتلال الإسرائيلي ما زال يلسع الاحتلال وآلياته. جنين أكبر من مجرد مخيم، وكلما حاول الاحتلال ضرب جدوى المقاومة فيه عادت من جديد لتنتصر.